إنه واحد من أكثر الأصوات المعروفة شهرة مخلوق يحاول أن يجد طريقة ليضخ موجوده أكثر من حجمه بكثير ولكن كيف يتحمل دماغ هذا الطائر هذا العذاب؟ يصل لغاية عشرين مرة في الثانية مباشرة بالوجه وكل مره يلتقي طائر نقار الخشب مع الخشب يكون عزمه اقوى بعشرين مره من ضربه الملاكم القاضيه طائر نقار الخشب مجهز بمنقار قوي كي ينحت لنفسه فتحه عش ولكي يبحث عن الحشرات ويقرع نغمه ندائه لكن حتى يتم هذا الضرب المتواصل، يعود الفضل في متانة الأدوات الخارجية إلى نظام التشغيل الداخلي. قبل جزء من الثانية من كل ضربة، تنكمش عضلات خلف المنقار لتبعد الصدمة عن الدماغ، وينسحب لسان الطائر الطويل جدا إلى الداخل ويلتف حول الجمجمة. عند بعض الأنواع، يغلق جفن داخلي ليحمي مقله العين من الشظايا المتطايره ان التقنيه الحيويه التي تسمح لهذه الطيور الشديده الضرب بان تحفر وتقرع بامان معقده بشكل لافت لكن النتيجه بسيطه للغايه شق حفره لبناء عش يحفظ النسل امنا